مشاهدينا اهلا بحضراتكم. الحرب على غزه وعلى فلسطين ما زالت مستمره، عدينا 5 شهور وما زالت الاباده مستمره منذ 7 من اكتوبر العام الماضي. الشعب الفلسطيني يباد، الاطفال يبادوا، النساء يبادوا، من اين لهم بالغذاء؟ من اين لهم بالمأوى؟ وكلنا نرى ما حدث وما يحدث هناك في غزه وفي فلسطين. الان كيف يعيش هذا الشعب؟ مروا بالبرد بالتأكيد وعشنا معاهم فترات البرد والمعاناة من الصقيع الشديد الفترات اللي فاتت، لكن الآن شهر رمضان الكريم، شهر رمضان على شعب غزة، كيف يتعاملوا مع هذا الشهر الفطر؟ كيف يأكلوا؟ كيف يصوموا؟ كيف يتعاشوا مع هذا الشهر الكريم في هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني؟ كل هذا وأكثر سنتحدث معه مع مباشرة من الضفة الغربية مع السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لك ومن خلالك للمشاهدين الكرام وكذلك لأحبتنا العظماء في مصر الشقيقة شعبا وقيادة، وهذا الشعور النبيل الذي لم تتوانى مصر لحظة أن تكون جنبا إلى جنب مع هذا الشعب الفلسطيني المقهور في مواجهة آلة القتل والمجازر المتواصلة على شعبه. تحياتي لحضرتك يا فندم، وعايزينك تقول لنا وتعرفنا شوية، تعيشنا الأجواء اللي احنا بالتأكيد عايشينها وما خرجناش بعيد عنها كل الفترة اللي فاتت، لكن الآن كيف يعيش الشعب الفلسطيني وكيف يتعامل مع هذا الشهر الفضيل؟ من أين يصوم؟ من أين يتسحر؟ من أين يفطر؟ كيف يتعايش الشعب الفلسطيني مع هذا الشهر الفضيل؟ يعني لك أن تتخيل أخي الفاضل طوال الأشهر السابقة وكيف يعيش الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل وفي مواجهة سلاح التجويع، وكأن رمضان بدأ على الشعب الفلسطيني قبل أشهر من دخول هذا الشهر الفضيل، واليوم تزداد الفاجعة لأن هذا الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بشكل مقصود وممنهج من خلال التضييق على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي يعني لا سحور ولا فطور إلا بالقليل الذي يتوفر من خلال الدول العربية المخلصة التي بحثت عن أي وسيلة، كما مصر الشقيقة وعديد الدول العربية التي حاولت أن تبحث عن أي طريقة لإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهناك الكثير مما لا يستطيع الوصول إلى هذه المساعدة، وبالتالي يصوم رمضانه بلا سحور ولا حتى فطور إلا بالقليل القليل الذي يتوفر لشعبنا الفلسطيني. حالة من الوجع والقهر يعيش أطفال قطاع غزة ونساء قطاع غزة وشعبنا في قطاع غزة، هؤلاء الأطفال الذين يزداد عدد من يموت منهم جوعا ومن وصل به المرض نتيجة سوء التغذية وقلة الغذاء إلى وضع صحي خطير يتهدد حياته، وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يعيش قطاع غزة اليوم في ظل مواصلة العدوان. يعني حتى أن الجريمة لم تتوقف، لم يتركوا لهذا الشعب الفلسطيني أن يعيش شهر رمضان بما يتوفر له من القليل القليل، ولم يوقفوا العدوان عنه. في كل لحظة هناك مجزرة، في كل لحظة هناك عدد كبير من الشهداء، في كل لحظة هناك فاجعة كبيرة، لا يمكن لأحد أن يوصف الوضع الكارثي بالكلمات الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني فعلا في قطاع غزة. ولك أن تقيس رمضان في مصر، هل تعيش مصر رمضان هذا العام كما كل عام؟ أنا أتابع وأرى أن مصر لا تعيش رمضان كما اعتادت أن يكون رمضان على الشعب المصري، وذلك لأن الكل يشعر اليوم بحجم الوجع الذي يعيش شعبنا الفلسطيني. أكيد لا أحد يفطر ولا أحد يتسحر إلا وفي باله الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هل تسحر أطفال غزة وأهل غزة؟ هل وجدوا ما يفطرون عليه في هذه الأيام؟ حقيقة الغالب منهم لا يجد ما يأكل، يبحث تحت تراب الأرض عن أي نبتة خضراء يمكن أن يستخدمها للأكل، وبكل وجع نتحدث بهذا الأمر، لكن هذا هو حقيقة الحال وهذه هي حقيقة المحتل المجرم الذي لا يلقي بالا
لأدنى مقومات الإنسانية وأسقط كل المحرمات، عمل العالم بجد حتى لا يكون هناك عدوان في شهر رمضان، لكن ذلك لم يفلح مع هذه الحكومة المجرمة. كان سؤالي التالي لك يعني سيد عبد الفتاح، هل كان يتوقع الشعب الفلسطيني قبل بداية هذا الشهر الفضيل أن يأتي هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، ويكون هناك وقف لإطلاق النار، يكون لا عدوان من الجانب الإسرائيلي، أم ماذا كانت التوقعات من جانب الشعب الفلسطيني والشعب الغزاوي عامة؟ يعني حقيقة يعيش شعبنا حالة من الخذلان، يعني أن يستمر العدوان لستة أشهر وأن تستمر المجزرة لستة أشهر ولا يفلح هذا العالم في وقف آلة القتل، هذا أصابنا بالخذلان نتيجة هذا العجز. لكن كانت هناك مبادرات وأصوات تعلو كثيرا ما قبل رمضان أننا نريد أن نصل رمضان، وقد تحققت على الأقل هدنة إنسانية تتيح لمن تبقى في هذا القطاع ولما تبقى من حياة في هذا القطاع لاستعادة شيء من هذه الحياة في هذا الشهر الفضيل. لكن لم يفلح أحد في الضغط على نتنياهو وحكومته في إعطاء اعتبار لهذا الشهر، بل على العكس تماما، قوبل هذا الشهر وقابل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هذا الشهر بالمجازر حتى في الضفة، لكن الأمر يختلف في الضفة، نستطيع أكيد. أن نحيا، نستطيع أن نتصحر، نستطيع أن نأكل، لكن في قطاع غزة بكل أسف جاء رمضان واستمر العدوان واستمرت المجزرة وزاد الخذلان وزاد الشعور بالعجز لدى هذا العالم. استغرب كيف يستطيع هذا العالم أن لا يفرض إرادة حقيقية وضغطا حقيقيا على هذا المحتل وقف جرائمه في هذا الشهر الفضيل، كيف لهم أن يسكتوا عن أطفال غزة وهم يموتون جوعا ولا يفرضوا موقفا فاعلا يوقف هذا العدوان ويغيث شعبنا في قطاع غزة لولا القليل الذي يصل من المخلصين الذين يشعرون بنا حقيقة. يعني مصر عندما تقوم بهذا الدور، دولنا العربية، الدول التي تساهم في إيصال المساعدات، هي تعيش هذا الوجع وتحاول أن تخفف من وطأة الجوع والعدوان على شعبنا الفلسطيني، لكن بكل أسف خذلنا العالم وخذل شعبنا وخذل أطفالنا، وهم لم يستفيدوا من هذا المشهد الإنساني الذي يشوه وجه الإنسانية ويقول بشكل واضح أن العدالة والقانون الدولي والإنساني في خطر وفي مهب الريح نتيجة هذا الصمت. على ذكر الأطفال، يعني سيد عبد الفتاح، كيف يعيش يعني من واقع أن حضرتك موجود قرب غزة وقريب من هذا الشعب وقريب من هذه الإبادة، كيف يعيش الطفل بدون ذوي في هذا التوقيت من شهر رمضان المبارك؟ كيف يعيش الأهالي بدون أطفالهم وبدون ذويهم مما فقدوه خلال هذه الإبادة؟ كيف لك أن تصف لنا هذه الحالة، حالة الأطفال بدون أهالي والأهالي بدون أطفال، كيف هي الحالة هناك؟ صدقني أصفها بكل وجع، أنهم لا يعيشون، هم ينتظرون الموت إما بغارة أو جوعا، هذا هو الحال في قطاع غزة، هذا هو حال الأطفال. لكن قبل يومين طلع علينا طفلا أعطى درسا للإنسانية، قال لنا أن غزة هي مثال الإنسانية وأن غزة تعطي رسالة ودرسا للإنسانية. هذا الطفل معه القليل القليل والفتات من الطعام، فقاسمه مع قطة، لم يرد لقطته أن تموت جوعا فتقاسم معها هذا الفتات من الطعام، بينما يسكت العالم على إيصال هذا الطعام وعلى التجويع الذي يعيش شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. حقيقة ما من حياة، ما من مظاهر للحياة في غزة، كل ما يحدث هو لا يشبه إلا الموت، لا علاقة له إلا بالموت، وقلناها مرارا وتكرارا، من ينجو من الصاروخ في قطاع غزة لا ينجو من الموت جوعا أو مرضا، هذا المرض الناتج عن سوء التغذية، هذا المرض الناتج عن الجوع. وحقيقة هذا هو المشهد، مؤسسات الدولية والإنسانية تتحدث بشكل واضح وصريح وتقول أن الأمر والوضع في قطاع غزة لا يشبه إلا الجحيم، بل هو أسوأ من الجحيم. يعني إن كان العالم وصل إلى هذه النتيجة، كيف لهم أن يتركوا هؤلاء الأطفال في قلب هذا الجحيم ولا ينتشلونهم من أنياب الموت والقتل
والتجويع. حقيقة الوضع مؤلم، مؤلم في قطاع غزة، والوضع الإنساني مؤلم الآن. يعني هذه المنظومة الدولية والقانونية والإنسانية والعدالة الإنسانية هي حقيقة تتعرض لخطر كبير. هذا الخطر الذي يجسد نتنياهو لا يعني هذا لا يشكل خطرا على الطفل الفلسطيني في قطاع غزة، وإنما يشكل خطرا على وجه الإنسانية وعلى المنظومة الدولية التي صمتت حتى في شهر رمضان. كنا نعتقد أن شهر رمضان سيكون فاتحة خير على شعبنا الفلسطيني في ظل تنامي الأصوات التي تنادي بهدنة، بوقف للعدوان، بوقف للاحتلال، لكن ذلك فعليا لم يحصل أبدا. ما حصل بكل وجع وقهر هو العكس تماما، ونحن نأكل نشعر بوجع كبير مع أولئك الأطفال الذين لا يجدون عفوا ما يأكلون. هذا هو المشهد في قطاع غزة عزيز. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد عبد الفتاح دولة مباشرة من الضفة الغربية المتحدث باسم حركة فتح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان هذا هو الشرح ووصف ما يحدث في غزة خلال شهر رمضان المبارك في ثالث أيام وفي أيام هذا الشهر الفضيل، مع استمرار الإبادة من جانب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. كيف يعيش هذا الشعب؟ من أين يأكل؟ من أين يفطر؟ من أين يتسحر؟ وهذا كان الوضع، لا يأكلون، لا يفطرون، لا يتسحرون، والوضع يزداد مأساة. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.